لقد هربوا. اقبضوا عليهم. اطلقوا النار. لقد هربوا. إن الرصاص يصيب الصخور، انتبه. ماذا بنت خادم؟ رأيته بعيني، كان يحاول سرقة الأهالي وها هم يطاردونه الآن مع عصابته. ثانية، ومن يكون بنت هذا؟ إنه ذئب ضال مطرود من عشيرته ومتشرد في الأدغال الآن. إن بنت وعصابته مجموعة شريرة ومؤذية. ماذا حدث لأكيلا يا ترى؟ لست أدري ما به. عادة يأتي ويقف بانتظار الجميع هنا. نعم، فالجميع هنا الآن. أجل. لقد أتى. آسف لتأخري عن الموعد، لنبدأ الاجتماع الآن. إن سبب الدعوة لهذا الاجتماع الطارئ اليوم هو أننا تلقينا تقريرا مفاده بقدوم زائر غير مرغوب فيه. من هو هذا الزائر؟ من يكون هنا؟ أعتقد أن البعض منكم هنا يعرفه. إنه صديق قديم لنا طرد من هنا، لا شك أنكم تعرفونه. إنه بينتو الضال. بينتو المشرد. بينتو المطرود. عاد إلى هنا ثانية، ستقع معركة بلا شك. فعلا يكفي. يكفي. إن الطائر شيل هو الذي أتى لنا بهذا الخبر. حسب ما قال شيل، إنه رأى بينتو وعصابته يسرقون حيوانات سكان القرية المجاورة، وقد طردهم الأهالي وهم يتجهون الآن إلى هنا. وإذا كان الأمر كذلك، أعتقد أنهم يريدون أرض صيدنا، ولكن قبل أن يدخلوا يجب علينا طردهم بعيدا، ولا يمكن معرفة نواياهم بالنسبة لنا. يتوجب علينا جميعا طردهم. هل تظن أن طردهم سيكون بالأمر السهل؟ سنقابلهم بأعداد كبيرة، ولكني لا أحب القتال فيما بيننا نحن الذئاب. ماذا نفعل؟ لنبدأ الآن ولنستمع لرأي كبيرنا، هذا أفضل. هل لديك خطة ما يا سيدي؟ إذا كان كذلك فأرجو أن تخبرنا بها، قد يتوجب علينا التخطيط لها، يجب أن نسرع. هل تقول خطة يا أكرو؟ عجبا، لم أفكر بشيء محدد ينفعنا بهذا الأمر. استجمع أفكارك. لا وقت لدينا. ما رأيكم أن نلتقطهم واحدا واحد؟ ذلك حسن، فكرة جيدة. انتظروا لحظة واحدة، لقد قررتم فورا. إن بنته وعصابته أعداء لنا، ولكن في الحقيقة لا ندري حتى الآن حقيقة ما سيفعلون معنا. من الممكن ألا يؤذون أبدا. ماذا تعني بقولك؟ إن بنتو وعصابته مجرمون ولا يمكن أن يكونوا مساكين قطعا. لكنكم جميعا ذئاب مثلهم. إذا أرادوا أن ينضموا لنا جيد، لا تخططوا للهجوم عليهم بسرعة. موكلي، أنت لا تعرف بنتو. إن بنتو ذئب مثلكم وقد يكون شاذا فعلا، لكن يكفي أن يكون شاذا. يكفي أن يكون شاذا ليصبح مفقودا. أنا لا تعرف مجرم. إنهم فعلا من نفس الفصيلة، ولكنهم شذوا عن قاعدة الجماعة وأصبحوا منبوذين. نعم، إنهم ذئاب. لقد قررتم قتالهم وحزمتم الأمر على التصدي لهم إذا ما هاجموا أرض الصيد الخاصة بالقطيع، أليس كذلك يا موكلي؟ ولكن يا موكلي، أعتقد أن ما قلته صحيحا يا بني. من الأفضل تجنب الأعداء فعلا، ومن الأهمية لمكان أن نتأكد إذا كانوا أعداء أم لا.
أعتقد أن هذا صحيح. نعم، لقد كان ألكسندر يردد هذا الكلام دائما. لقد كان ألكسندر مسامحا بالفعل ولا يحب معاداة أحد. لا تذكر هذا لأحد. هيا يا ماوكلي، لديك مهمة المراقبة الآن، أليس كذلك؟ هيا هيا قبل غياب الشمس. كن حذرا يا بني. سارة وآكرو سيكونان معي، ولابد أنه أمر مضحك. يا لمهمة المراقبة، كم هي مملة. ترى هل يكون سورة بخير الآن؟ ما رأيك؟ هل هم فعلا قادمون؟ كن حريصا أكثر. لا لا، لماذا أتيت أنت أيضا؟ كنت قلقة. هذا غريب فعلا، هذان الطريقان هما الوحيدان للغابة للدخول والخروج، وإن عدم ظهورهم حتى الآن يعني أنهم سلكوا اتجاهات أخرى أو أنهم اشتبكوا مع أحد وقتلوا بعدها. نعم أنا معك، ولكن لا يستطيع أحد التغلب عليهم وإلى جانبهم شريخان. أظن هذا مستحيلا، لابد أن هناك شيء ما وراء القضية. ما هذا؟ هل تسمحون لي بالتدخل؟ بينتو ماكر والتفاهم معه صعب. هل يفكر بأخذ مكان أكيلا مثلا؟ نعم هذا ممكن جدا. تقول ممكن؟ لابد أنه يفكر بشيء ما تماما كما قال باكيرا، فهو من الممكن جدا أن يبعد أكيلا وينصب نفسه زعيما، زعيما على الذئاب. إن أكيلا أصبح ذئبا كبير السن ويمكن لواحد مثل بينتو القضاء عليه بسهولة. هراء، كيف يمكن أن يحدث هذا الأمر؟ إنه مجرد ذئب متشرد. بما أن هذه اللعبة تعجبه فلابد وأنه في طريق متهور. أين ذهب موكلي؟ أخاف أن يحصل له شيء. يقولون إنه ذهب إلى مكان الاجتماع من أجل الخطة. أوه يا لها من خيبة، لم يأتي بعد كل هذا الانتظار. سأعفى من المراقبة هذه الليلة. لا سوف تراقب، إننا في حالة تأهب. إذن قم أنت بالمراقبة يا ماوكلي، أنا أعفي نفسي من المراقبة أيضا. ماذا لو جاءوا؟ لن يأتوا. بل سيأتوا. أنا أقول إنهم لن يأتوا. وماذا لو أتوا؟ أنا أقول لن يأتوا. إنهم لن يأتوا. Thank you.
لإخبارنا عنهم. إذن فقد وصلوا إلى هنا. نعم، لقد هاجموه فجأة من الخلف وكان ماوكلي. هل أنت بخير يا سورا؟ لا شيء يذكر، أنا بخير. هل أصابك شيء يا سورا؟ ماوكلي، تبا لهم، لقد هجمني ثلاثة من الخلف ولم أنتبه لهم. أسف يا سورا، أنا متأكد أنهم مروا من نقطة مراقبتنا أثناء انشغالنا عنهم. وإلى أين اتجهوا؟ لقد ذهبوا بالاتجاه الغربي. الغرب؟ هذا يعني أنهم اتجهوا إلى الهضاب. تبا لهم، لقد كان هدفهم أرض صيدنا منذ البداية. ذهبوا إلى أراضي الصيد في الهضاب؟ لقد قتلوا العديد من الغزلان الصغيرة هناك في أراضي الصيد تلك، حيث قررنا أن لا نصطاد الحيوانات حتى تزداد أعدادها في تلك المنطقة. تباً يا له من عمل قبيح. إنها غلطتنا نحن يا سيدي، لقد كنا نائمين وبلا مبالاة، لقد غلب علينا النعاس ولم ندري متى تسللوا، نحن في غاية الخجل. لقد قلت إنه من الخطأ اعتبار بنت عدواً، ولكن أنت تدرك الآن أنه ذئب عاق وخطر. كنت أود إبعاده عنا قبل أن يحصل هذا ويصبح داخل أرضنا. تباً له. أكيلا، لقد مر زمن طويل أليس كذلك؟ لم أفكر أبداً أننا سنلتقي ثانية. لماذا عدت إلى هنا مرة ثانية؟ يفترض أن لا ترجع إلى هذه الأرض. من قال هذا؟ غابتكم جميلة، لقد فكرت كثيراً بالعودة إلى هنا، بالإضافة إلى أني سأجد هنا بعض الظروف الأخرى كالصيد الجيد والاسترخاء الممتع وعودة إلى دياري. كلا، اخرجوا من هنا حالاً. يا له من استقبال، لا أريد أن يصدر هذا الكلام من كبيرنا أكيلا. لم تكن هذه كلماتك المفضلة لي في السابق، ما هذا؟ آسف، لا أعتبرك صديقا لي ولا يشرفني هذا. ما الذي تقوله؟ لا يمكن أن أسوي الأمر بالتكلم مع عجوز مثلك. من؟ هل أنتم ممثلون عن أصدقائنا الذئاب؟ من تكون؟
أنت إنسان؟ أنا مندهش تماما لوجود إنسان بين أصدقائي الذئاب. هذا أمر جديد، أنا أستغرب. أنا إنسان فعلا، ولكني تربيت بين الذئاب وأنا واحد منهم وسأبقى. وإياك أن تخطئ بأي كلمة. لا أفهم ذلك جيدا، أنت لن تكون صديقا أبدا، أنت ابن عدونا الإنسان. ولكن فليستمع لي الذئاب الآن، أنا جئت كي أعيش بينكم لا من أجل إثارة المشاكل، جئت وأظن أن لي الحق في ذلك. دعك من هذا الكلام، كيف يمكن أن نقبل بكم وأنتم لا تحترمون القانون؟ القانون؟ وماذا يعني هذا؟ قانون الغاب، هناك أمور عديدة عليك الالتزام بها حتى تعيش بيننا. كلا كلا، أنا لا أقتنع بهذا الكلام الفارغ، دعنا من هذا الحديث واعطني جوابا يا كيلا، هل تقبل بنا هنا أم لا؟ ماذا تفعل؟ بلا لا 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 لا، تبا لك. سأسأل هذه الذئبة المدللة، هل ستدعونا نصطاد في هذا المكان أم لا؟ أم سأجعل هذه المخالب تغرز أكثر في رقبتها؟ انتظر لحظة، هل وافقت على أن نصيد في هذا المكان دون أي مشاكل؟ على كل إن دعك الآن من لالا حفيدتي، وسأتحدث معك حول كل شيء. لا أريد أن تعارضني بأي شيء في كلامي معك. لا، لن يحدث هذا، ولكن ضمن الطلبات المعقولة منك. أتعدني بذلك؟ لالا لالا، هل أنت بخير؟ إذا لن تعارض في إقامتنا هنا، سنكون أحرارا في الصيد، ولن أسمح لك بالتدخل في تصرفاتنا، وإذا حصل هذا وتدخلت سوف نتحاسب. فكر في هذه الشروط وجاوبني بسرعة. أنا أوافق على بقائكم هنا، ولكني لا أوافق على أن تصطادوا ما تلمح دون أي مراعاة لقانون الغاب. يكفي، إذا استمريت بهذا الجدال فسوف أقطع رأسك الآن. من أجل سلامة الغاب عليك ألا تقف ضدنا، فكر جيدا وسوف أراك فيما بعد، فهمت؟ هل ستتركهم يفلتون هكذا دون عقاب؟ وماذا سنفعل غير ذلك يا بني؟ تبا لن تنجو يا بنت بهذه السهولة. فعلا تبا لهم، سنرمي بهم بعيدا بلا شك. لقد حاول بنت أن يسخر مني، سأنال منهم بالتأكيد وألقنهم درسا لن ينسوه أبدا. تبا. سأخبرك بما حصل. كيف كان الأمر معهم؟ هل سيوافقون؟ يبدو أنهم موافقون. إذن لنستمع إلى قصتك، ولكن قبل أن أجوع لنأكل الأرنب الذي اصطدته يا تباكي. إن الشريخان يقدم لهم المساعدة لن يكون الأمر سهلا.